السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، واللي تمكنكم أيضا من خلال رقم الواتساب من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. الموضوع الأول للمشاهدين هو انتشار مقاطع مصورة في منصات التواصل الاجتماعي تظهر الانهيار الأمني الذي تشهده المحافظات العراقية في ظل غياب القانون وضعف الأجهزة الأمنية وعجزها عن حماية المواطنين. في المقطع اللي راح تشوفوه بعد لحظات مشاهدين الكرام، هو وثق أحد المواطنين من أهالي محافظة بابل، وثق عملية إطلاق رصاص كثيف من قبل أفراد يقودون سيارة دفع رباعي مجهولة المصدر، استهدفت أحد المواطنين في شارع 60 وسط محافظة بابل. راح نشوف أيضا باللقطة وجود سيارة بيك أب بجانب السيارة التي قامت باستهداف المواطن بسيارته الشخصية، وهي تحمل الإنارة الحكومية الموجودة طبعا متعارف عليها بالنسبة للأجهزة الأمنية. خلونا نشوف المقطع ثم نعود. جاب قوى لا دولة علت على الدولة. هذا الولد يمشي بشارع 60 وموكب كامل رمى عليه. الله خلصه. يعني شلون ما لاحوا ما ادري. هذا الولد. حاليا ماكو لا دورية ولا شيء. يعني أمام أنظار الجميع استخدام لسيارات الدولة، معدات الدولة، أسلحة الدولة، باجات الدولة، الهويات، وشفتوا الإضاءة الموجودة بالسيارات، وشفتوا أنه هاي سيارات حكومية. حتى الأخوة اللي موجودين بالمقطع ذكروا بأنه هذه عجلات حكومية. خلونا ننتقل إلى مقطع ثاني يبين أيضا ويأكد الانهيار الأمني في العراق. انتشر مقطع آخر يظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص الحي من داخل سيارته وأمام أنظار القوات الأمنية بشكل عشوائي في أحد تقاطعات العاصمة بغداد من دون أي رادع أو محاسبة، في مشهد يؤكد الانفلات الأمني والانهيار في عموم العراق. خلونا نشوف. أمام أنظار الحكومة شفتوا، يمكن انتبهتوا في بداية المقطع، يوجد شرطي مرور، وفي وضح النهار وأمام المواطنين ودون أي اكتراث لهذه الدولة ولشيء يسمى قانون في هذه الدولة ولهذه الشعارات ولهذه البطولات الوهمية اللي تطلع بين حين وآخر على لسان الأجهزة الأمنية بقياداتها ومتحدثيها الرسميين من وزارتي الدفاع والداخلية أو حتى هاي ميليشيات الحشد اللي تحسب نفسها على القانون وعلى الدولة. وينكم من هؤلاء إن كنتم فعلا تتحدثون عن السيادة والاستقرار واستتباب الأمن والسيطرة على الوضع في البلد؟ خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام على هذين المقطعين اللي أكدان حقيقة الرعب اللي عايشيه أهالي العراق، والله يكون بعونهم طبعا. حسين يقول بابل تحكمها الميليشيات. حسين اختصر محافظة بابل والبلاوي اللي بيها بهذه الجملة اللي تعكس الحالة السيئة لبابل. محمد يقول ديالة وبابل لأن يريدون يأخذوها بالقوة راح يصير بيها مشاكل أكثر ما نتوقع.
لأن يريدون محافظ على تفصالهم، وهذا الشيء المواطن ما يقبل به. باب القيس الخزعلي وديالة هادي العامري، وهاي تقسيمة هي المحاصصة طبعا وإفرازات هذه الحكومات الطائفية. مصطفى يقول أتحدى قيادة الشرطة تقول منو ذولا أو تحاسبهم. عندنا تعليق من بلقيس تقول وين أكو دولة؟ عصابات كلهم. هكذا ترى بلقيس، وربما بلقيس يتفق معها الكثير من العراقيين صراحة، بأنه يعترضون أحيانا عندما تذكر على من يحكمون العراق الذين يجلسون في بغداد الآن أو يحتمون في المنطقة الخضراء توصيف الحكومة. كثير من العراقيين يعترضون على هذا التوصيف لهؤلاء لأنهم فقدوا الشرعية الشعبية في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي توصيف العصابات هو ما يراه المواطن العراقي أنسب بالنسبة لهؤلاء. وهذا طبعا موضوع سمعناه ورأيناه في كثير من المواقف. خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني ضمن هذه الحلقة. ناشد أهالي منطقة حي أور في بغداد لإنقاذهم من شخص مسنود من قبل أحزاب وميليشيات يقوم بتهديدهم ويطالبهم بترك منازلهم بالقوة. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة مناشدة مناشدة. نحن ساكنين منطقة علوة زويني وأكثر من 250 عائلة، ولدينا دور سكنية مشيدة وساكنين فيها منذ مدة 20 عام. أتى المدعو الفريق الركن أتى المدعو الفريق الركن المتقاعد جاسم حميد جبر الجيزاني ويدعي إنها الأرض له، ويهدد بهدم الدور فوق رؤوسنا وعوائلنا. وأتت معه الشرطة الاتحادية وأبو التجاوزات اللي تابع إلى بلدية الشعب، وأعطانا مدة 10 أيام لإخلاء الدور. نطالب من السيد رئيس الوزراء التدخل الفوري للحد من هذه التصرفات الشخصية، لكوننا عوائل فقيرة الحال، وإلى الله المشتكى. هذا تجمع أهالي المنطقة، وهاي المنطقة وهاي بيوتها دولة رئيس الوزراء، وهذا جزء قليل طالع من المنطقة، ونحن مواطنين وساكنين بهاي المنطقة صار لنا 20 سنة، وكل إحنا ناس ضعفاء الحال. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا، ننتقل إلى مقطع ثاني. ناشط تحدث عن عمليات تهجير ممنهجة ضد الأهالي في منطقة الحصانات بمحافظة النجف بذريعة الاستثمار. خلونا نشوف. تهجير بمعنى الكلمة، مو بإسرائيل ولا بأوكرانيا، تهجير في مدينة النجف الأشرف بالعراق العظيم وبالصحراء. ناس قاعدين مستوطنين بأراضيهم صار لهم تقريبا 40 سنة، تكفش جامعة قلهم يلا توكلوا بالله. ليش عمي؟ شو مسوين؟ والله ريد نسوي مجمع سكني. المجمع السكني غير اللي مستفيد، اللي قاعد بالأرض يقعد هو ببيت لو يقولوا له توكل انت مو عراقي. عموما نفتهم الموضوع من الأهالي. تعال عمي الخال العزيز شو نفلم سولف لنا. تعال عمي سولف خالي. عمي احنا ساكنين صار لنا بالأربعين سنة أغلبيتنا. أربعين سنة أغلبيتنا ساكنين بهاي المنطقة. تمام. وهالساعة جانا الجماعة بهيج شغلة ومحتارين وين يطلعون. شنو جوكم ايش قالوا؟ يردون يشيلون. تمام. وكل شيء معكم مكفوضة. أبد. لا بها لا باب ولا جواب. حلو. خالي العزيز سولف لي. الله عليك. فاحنا بالنسبه لنا قاعدين صار لنا من 91 بهاي المنطقه. حلو. هي هالمناطق شنو هاي؟ هاي المناطق زراعيه. مناطق زراعيه. يعني من ذاك الوقت لحد الان. وين انت هالمنطقه شو اسمها هاي؟ صحراء السنه والله بصحراء ما ادري. بين النجف وبالصخير. منطقه وين مقبره السيد حمزه. حلو. مباشره ورا المقبره مو الشارع العام ولا منطقه تجاريه. تمام. فاحنا جونا قالوا هاي المنطقه وزعناها شقق. فأنت من وزع مجمع سكن. فأنت من وزعتها أنت طلعنا خارج العراق. وين نروح إحنا عراقيين؟ ما منطقة هاي منطقة الحصينات.
احنا نطلب من رئاسه الوزراء، نطلب من الجهات المعنيه انه تنظر بقضيتنا. وين الرحمه؟ بقرار 320 قرار الوزير يقول اللي ساكن بالارض صح لازم يتملك. فانت هسه وجهني اعطيني حل، انت خليتني خدمات عامه. لا قال لك بتعويض، لا ما ولا قال لك انا ما راح اسوي مجمع سكني قاعد فيه. ما حد بلغني، ما حد بلغني. شنو وين قعدوكم؟ قالوا قعدوكم من منطقه. شنو ما ما كلام، قالوا هو بنفس الشيء منطقه خدمات. هاي منطقه خدمات يعني انت قاعدك بالمدارس. بعدين لو اطلع لك الخريطه خلوني بالمدرسه والمستوصف والمتنزه. حلو يعني باكر اني اوتوماتيكيا يقول لي اطلع يشيلني، وين اروح؟ الناشد رئيس استئناف محافظه النجف والناشد رئاسه الادعاء العام، لانه هذول ناس عراقيين بالجنسيه، مو بالسوالف، بالجنسيه، وساكنين بهاي القاع صار لهم 40 سنه، وبيوتهم مو بيت ولا بيتين، هاي كلها ناس شوف عوائل. رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، دول احنا ما عندنا، انا تعبانه نشتغل ب 5000 دينار، 5000 نشتغل، اقدر بلا جار، اقدر اقعد، اقدر اسكين، خلي يسوي لنا بديل، خلي يسوي لنا هاي. يعني هو ما يسمع صوتنا محمد الشياع السوداني؟ خلص. احنا نريد يزيدنا وعنا نضر لهالوادي الفقره، للفقره 5000 دينار نشتغل، انما نعطيهم ان شاء الله، اعطيهم للاجار، اعطيهم للمصرف اللي ياكلونه زعاطيطي. لا اله الا الله، خلي تنوع عنا. ونعم استاذ من فضلك. اي تفضل. صار لنا 40 سنه هنا. نعم. وعندي 30 نفر. نعم. وقالوا يا بن هديكم رقمني ارقام مال قرار 320. تمام. وهسه يشيلونا وانا بالخدمه. وين الله يعطيكم العافية. وين والله سبع عوائل بالبيت هذا، سبع عوائل وين اروح انا؟ اكو قصة بقلبنا، اكو فهم، اذا شالونا منا وين نروح؟ مشاهدينا نكمل ويا هذا الموضوع ونبقى مع محافظة النجف ايضا وملف الاستيلاء على الاراضي من قبل الميليشيات والاحزاب المتنفذة، حيث كشف أحد الناشطين في محافظة النجف عن استيلاء الأحزاب والميليشيات على الأراضي وبالتعاون مع الجهات الرسمية في المحافظة اللي منحت الأراضي لهذه الأحزاب بذريعة الاستثمار وحل أزمة السكن في المحافظة. خلونا نشوف ونسمع. خل نسمع هاي الكارثة الجديدة بمحافظة النجف الأشرف. اليوم صار أكو فد اتفاق مبرم ما بين المحافظة وما بين البلدية وما بين هيئة الاستثمار بالنجف الأشرف على أساس توزيع الأراضي للمستثمر لبناء وحدات سكنية وتوزع بأسعار رمزية للفقراء والمساكين. لكن هنا صار العكس، وهو سعر الوحدة إلى 400 مليون ويدفع أقساط كل شهر أو دفعة أولى 175 إلى آخره. المشكلة مو هنا، المشكلة هاي الأراضي اللي توزعت للمستثمر، المستثمر هو المن تابع؟ تابع المن؟ للحكومة وللأحزاب والميليشيات. ونصف الأراضي أو الدور السكنية اللي راح تستولى عليها ويستولى عليها المستثمر هي المن تابعة لهم، يعني من خيرة أراضي النجف انوخذت عن طريق هذه العصابات. اليوم أنت يا رئيس الوزراء أو يا محافظ أو يا مجلس محافظة اللي شكل بالصدفة، خلينا نكون واقعيين بالصدفة، بدلا من هذا الشيء اوزع هاي القطع الاراضي وادعمها عن طريق المصارف للمواطنين ويبني وحدات سكنيه افضل ما ضال بالعشوائيات. اليوم انتم يا حكومه الصدفه، خليني ارفض فد لفظ اقول عليكم سرسريه، لان انتم فعلا سرسريه، لو ما سرسريه ما وصلتوا هذا البلد لهذا الحال، وخليتوا الشعب مع الاسف ما عنده ايمان ولو ذره بكم، لان انتم اساس الخراب واساس الفساد. هذا الشعب وين تريدون بيه بعد؟ وليش وقت؟ انا خل اراويكم الاراضي اللي استحصلوها وخلوا هاي الناس اللي عايشه بالعشوائيات اللي هي ما تعرف وين تروح. شوف هسه هاي بد منطقه يمي من 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 سكان العراقيين الاصليين قاعد بالعشوائيات، وانتم يا حكومه الصدفه ومرتزقه ايران وغير ايران استوليتوا على كل الاراضي والمالكيات وغيرها وغيرها وغيرها. خلي يشوف العالم ويشوفون اهالي محافظه النجف وين وصل بها هاي الحكومه الفاسده الدكتاتوريه اللي نهبت خيرات البلد مع الاسف. لكن ان شاء الله باصواتنا وباصوات الناس الخيره وبجهودنا وفضل الله سبحانه وتعالى ما راح نبقى ساكتين على هذا الشيء، ويجي يوم نزيح هاي القذاره
وقدارتكم وقدارة المحافظ ومجلس المحافظة إلى آخره. يا حكومة الصفبة. خلونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام. مصطفى يقول: تهجير العوائل من محل سكناهم أكبر ظلم وجريمة بحقهم، اتقوا الله يا حكومات الأحزاب. حسنين يقول: الاستثمار العقاري غير المواطن الفقير يستفاد منه بالعراق بالعكس، أو غير المواطن الفقير يستفاد منه بالعراق بالعكس للزنقين. طيب ناجح يقول: عمي والله صاير فرهود بالنجف من قبل الأحزاب المتنفذة. وعدنا أبو زينب يقول: وين حق المواطنة؟ وين الوطن؟ الناس ما منطين حق للوطن، ما خدموا هذا البلد وضحوا بأولادهم. المفروض من هذا المستثمر أبو المليارات هذولا والفقرة ينصفهم ويعوضهم بما يليق بهم. من يرضى على نفسه بالإذلال؟ لو إلا تخص المصيبة يلا يحس بيها مع الأسف. طيب خلونا نسمع رأي السيد محمد من أمريكا. مشاهدينا الكرام، محمد حياك الله، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد، أحييك وأحيي قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله. من 2003 هم حكومة الملالي هم يهجرون العالم، العراقيين والأصلاء حتى يجيبون خوالهم الإيرانيين والباكستانيين والأفغانيين حتى يخلوهم كربلاء والنجف. هذا مخطط إيراني يخططونه من زمان، من 40 سنة قسما بالله جاي يخططونه حتى يهجرون العالم. ومع الأسف يناجدون هذا شاعر سوداني، هو هذا إيراني إرهابي. ماكو عندنا سيادة، احنا ما عندنا الميليشيات، هي جقود البلد. الحشد الإرهابي الصفوي جقود البلد. وشوفوا كربلاء والنجف، كم باكستاني وهندي وأفغاني يعني. أنا أريد أتناقش وياك سيد محمد، أريد أسولف وياك بموضوع، بس رجاء حافظ على رباطة جأشك وبدون تجاوزات. النجف، النجف وكربلاء هي مراكز أو مقر، خاصة النجف هي مقر المرجعية، المرجعية اللي يطلعون ذولا، وهي أيضا تطلع تقول أنا أمثل العراقيين، أنا لكل العراقيين، أنا ضد الظلم وضد الفساد. عجبا ليش ساكتة مرجعية النجف عن اللي دي يصير في محافظة النجف من فساد المسؤولين، من المعاناة اللي دي يعانيها ابن محافظة النجف، من العشوائيات والناس اللي تبحث بالمزابل في النجف؟ ليش ساكتة هذه المرجعية اللي تقدر تحرك الشعب أو جزء من الشعب، اللي تقدر تحرك الرأي العام، اللي تقدر تضغط في سبيل الخلاص من الفساد؟ ليش ساكتة؟ عزيزي أستاذ محمد، هي المرجعية ليس عربية، إيرانية تابعة لإيران. هم جايين يذلون الشعب العراقي. الشعب العراقي مع الأسف يمشي وراهم، ورا فلان ورا علان. أما هذا السيستاني قسم بالله إيراني، ليس عراقي، إيراني ومقتدى صدر جنسيته لبناني. هم يقولون هسه، بعيدا عن هاي الجزئية، احنا خلينا بالظاهر الموجود قدامنا والادعاءات بالوطنية وبالعراقية، وان احنا نمثل الشعب العراقي، تمام؟ رغم انه اللي تفضلت به صحيح، هو مو عراقي، لكن خلينا بالجزئية اللي تتعلق بشعاراتهم المرفوعة. هل يعقل بانه جهة دينية تعتبر نفسها تمثل المجتمع او تمثل جزء من المجتمع ترضى أن تكون المحافظة اللي هي مركزها ومقرها مليئة بالنفايات وبالعشوائيات وبالناس اللي يأكلون من المزابل وبالفقرة وبالناس اللي مهجرين ويعانون بسبب الميليشيات وبتجار مخدرات وبمحافظ، مجموعة من المحافظين اللي انتماءاتهم ولاءاتهم مو للوطن بل للأحزاب اللي جابتهم؟ ليش ساكت على النجف؟ خلينا من العراق، خلينا على النجف بس نركز. تادي محمد عزيزي، هي مخطط إيراني قسما بالله. دول اهل العمايم، ترى هذه العمامه لابسه كلاوات، هاي هرب بها مخدرات. العمامه لابسه كلاوات تسيج قدام العالم. مع الاسف العراقيين جاي يمشون وراهم، هم جايين تدمير العراق. مو العراقيين، يعني هذا جزء بس من بسيط من العراقيين. العراقيين عرفوا حقيقه ذولا، عرفوا حقيقتهم. اهل النجف، اهل النجف الشرفاء قسما بالله هم يريدوهم يعني يذلوهم ذل. حتى يريدوهم يمشون وراهم. شلون الخونه، شلون ذول الذيول مالين ايران تابعين لايران وغير ايران، هم يريدون اهل النجف الشرفاء يمشون وراهم ويجي. نعم، اشكرك سيد محمد من امريكا. صاير صراع على النجف بعد تنصيب محافظ تابع لعمار الحكيم في محافظه النجف، الصدريين ضاجوا لانه راحت منهم النجف، وهكذا هي المحافظات العراقيه. ينسحب واحد او يسحب واحد تابع لحزب معين، ينصب آخر لحزب آخر مضاد بالتوجه أو الفكر، أو ربما
يعني المصالح هتروح من فلان وتجي لفلان، وهاي الصراعات الموجودة هي الصراعات الحزبية اللي صار يعيش بها المواطن العراقي من 2003 إلى اليوم. هذه الادعاءات الوطنية والحرص على الوطن وعلى المصلحة العامة وعلى ثروات البلد، هاي الناس شبعت منها وعرفت حقيقة اللي يروجوها أصلا. يعني إن كان عن النجف نتكلم، إن كان الصدر ولا الحكيم، هم شنو ذولا؟ وش قدموا للعراق؟ وش قدموا لمحافظاتهم أو المحافظات اللي يمثلوها أشخاص من أحزابهم؟ وش قدموا للمناطق اللي يدعون تمثيلها؟ وش قدموا؟ هذا الأخ من النجف، المقطع اللي شفتوه، مواطن عراقي تحدث بحقيقة. الله طبعا يحميه من الخطر اللي قد يعود عليه بسبب الحقيقة اللي ينشرها بين حين وآخر، وحال حال كل النشطاء اللي موجودين بالمحافظات الوسطى والجنوبية، الله يحميهم من بطش الميليشيات والمتنفذين والأحزاب والمعممين وكل من يرفض سماع الحقيقة. الحقيقة اللي هي أنه ذولا بعشرين سنة أو 21 سنة تقريبا من حكمهم دمروا للبلد، أوصلوا إلى مرحلة من أسوأ بلدان العالم هو العراق. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. انتقد مواطن تلكؤ تنفيذ مشروع مدرسة بلال الحبشي في محافظة المثنى، واشتكى هذا المواطن من عدم استجابة الجهات الرسمية الحكومية في المحافظة لمناشداتهم المتكررة بشأن إنجاز المدرسة المهملة منذ سنوات، رغم حاجة العراق إلى المدارس، رغم إعلان وزارة التربية حاجتها إلى بناء أكثر من 8000 مدرسة، لكن تحارب مشاريع المدارس في العراق. خلونا نشوف. مدرسة بلال الحبشي واقفة صار لها 13 سنة، باشر العمل بها 2011 وحاليا 2024. ناشدنا المحافظ ما سوى النحل، ناشدنا كجهات معينة ما سوت النحل. قبل الانتخابات اجانا سامر سلطان قائمة باسم خشان، اجانا اثنينات وصلوا هنا وقالوا احنا نكملها بس خلينا نفوز، وانتخبوهم الوالي كلهم وفازوا، ولحد هسه ما سوينا اي حل لها. احنا ناس، انا اللي احكي وياك مط القاع، لا انا بقاعي ولا انا بالمدرسه. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ناشط اخر وثق الوضع المزري لمدرسه صوت الحق في قضاء المهناويه بمحافظه القادسيه. خلونا نشوف. مدرسه صوت الحق في قضاء المهناويه منطقة الطحانية، شوف مال التلاميذ الصحيات والأساتذة، تقدير للتربويين. شوف المدرسة، تعال حراويكم، شوفوا، نقول لكم مناطق منكومة ديوانية، ماكو رئيس وزراء، ماكو محافظ، اجوا رحمها. شوف الوضع، شوف، طيني فلاش من فضلك، شوف شوف باعوا الكهرباء، شوف 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 شوف، باعوا الوضع المزري، نايلون جام ماكو، حول هذا الصف حديد، بيبان ماكو طبعا مثل ما تشاهدون، شوف حصيرة المطار ماكو، ما يداومون. صوت الحق، اسمع يا وزير التربية، يا المحافظ الحالي مال الديوانية، أمس استلمت الديوانية، نصيح يا أخوتي يا أهل الكرام، من كوبا شوف الوضع المزري. مدرسة بيها 180 طالب، هاي الشعبة بيها 30 طالب، ظلمة هون، ماكو كهرباء هنا، شوف النقاط، لأنه هاي مبنية من بلوك وتراب، شوف وتراب. مدرسة، اعتذر صوتي، مدرسة لا جام وطين ومدنيه بلوك ولا بخيها بطين وما ادري ما تلزيق، ما اعرف شلون هاي الناس هنا. صور الباب، شوف المصيبه، المحافظ الحالي للديوانيه سيد عباس الزابلي مجلس المحافظه وزير التربيه، شوف هاي طلابكم، شوف هاي تثبت بانه المدرسه معهوله بالطلاب والتربويين، امتحانات نصف السنه للعام الدراسي 23-24، شوف المادة والعلم العراقي موجود بيها 180 طالب. خلينا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام على
على هذه الكارثة. سيد يقول: فعلا وضع مزري، وتوجد بناية جديدة لكن لم يتم إنجازها منذ 10 سنوات، انحالت على شركة المياس عام 2014 ونحن الآن في عام 2024 والمدرسة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم. علي يقول: الله أكبر يا رب، إحنا في 2024 ومدارسنا بواري سقف. تعليق من كريم أو كرم يقول: مدير التربية عنده علم بهاي المدرسة لو ما له شغل هسه. وعندنا تعليق من أبو مصطفى يقول: هذه المدرسة انحالت على شركة المياس عام 2014 أو المياس، وبسبب تلكؤ الشركة لم تكمل المدرسة لحد الآن، وهي من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، راجين من جنابكم حث الشركة على إكمال المدرسة. طيب خلونا نسمع رأي السيدة أم ياسمين من البصرة. تفضلي يا أم ياسمين، حياك الله. أم ياسمين. إيه. تفضلي يا أم ياسمين. إيه، يعني أريد البلد يرجع مثل قبل، نظام قانوني معتدل، كشف الجرائم المنظمة، كشف الحيل. صار البلد يسترون بأهل البيت، يسترون بقرايات، زيارات، كله كذب. يعني شوف هسه يتزوجون ويشرد ويعف فروخة. قاعد أطالع أنا هاي برنامج يعني مال هاي الإنسان، وكل الدول جت هنا مستفادة بدمار العراق تشتغل، وابن البلد ما يشتغل. منو يتحمل مسؤولية أنه جتنا دول تستفاد؟ منو يتحمل؟ بس لحظة دقيقة أم ياسمين، نص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون للأخير. ها فد لحظة، يلا أنا نص التلفزيون. آخ يا عيابة. طيب نصي للأخير أم ياسمين حتى نسولف براحة. نعم. طيب نقول منو يتحمل مسؤولية اللي دي يصير بالعراق ورما اجت هذه البلدان اللي دا تستغل الوضع التعبان بالبلد وتنفذ مصالحها؟ منو المفروض يتحاسب هنا؟ الدولة. لأن هم جايين أصلا، هي أمريكا. شوف أنا خالة أنا هم اشتغلت. نعم. وياهم قالوا هذا البلد جايين هم أصلا يدمرون البلد. بس فد مرة شفت حديث ترامب قال: دخلت العراق بالموضع الغلط، دمرته. طلع لا عنده نووي، لا عنده أشياء سلاح دمار الدول. نعم. الشامل كذب. نعم. دخلت بي. والله. وهي طيب. الدولة صار اللي صار. سيدة أم ياسمين، صار اللي صار وصارت الحرب وانتهى النظام السابق واجتي 2003. صح. بمرحلة جديدة. ليش جديدة ما بنوا؟ صح. بس لحظة، ليش ما قدموا خدمات؟ مو كانوا يوعدون العراقيين لما كانوا معارضة أنه هم راح يحولون العراق إلى بلد ديمقراطي بحرية بإعمار برواتب بحياة مستقرة بأمان؟ مو وعدوا العراقيين هذه الوعود؟ ليش ما طبقوها؟ إجوا من أجل مصالحهم. شوف كان حزب واحد خالة، يعني أنا مستقلة بس إنسانة مثقفة، أحب وطني، أحب أخدم بلدي بشرف وأخلاق. نعم. وأحترم الناس، لكن انصدمت بهذا الواقع حسة. انصدمت صدمة، جرح ما يطيب، ينزف بداخلي. يعني شلت من منطقة رجع تردود، والله تحقق وأكشف أشياء، يعني الله ما يعلم بها بس رب العباد. طيب أنا أريد أسأل لأن هذا السؤال حقيقة. نعم. الناس دائما تقول ماشي افتهمنا يومية مشاكل، احنا نعرف المشاكل، شنو الحلول؟ نعم. برأيك يا أم ياسمين شنو الحل؟ الحل اللي الناس المفروض يسووه أو المفروض يصير حتى العراقيين أو العراقي يرجع مثل ما كان وأحسن. نعم، توعية الإصلاح بيناتنا. نعم أم ياسمين، فقدنا الاتصال يبدو. تهرى صيدي وياك. ايوه. أي نعم. شوف خاله. أي. اهم شيء هي التصالح مع بعض، الشعب يوعى. تمام. يخاف الله. نعم. ينتظم. نعم. والسبب منه الكبار، اذا الكبير منتهي بس نفسيته. يعني خزينه كلها رايحه مهربه خاله. وثانيا شيء، اول مره نظام عسكري، جيش، اخلي جيش.
افنش هاي الميليشيات كلها، لا تبقى ميليشيات تاريخ. منو اللي يقدر يسوي، منو اللي يقدر يسوي هذا الشيء اذا كان الحاكم هو من الاحزاب؟ ها غلط هذا، مو حزب واحد خاله 95. طيب منو المفروض العاد يسوي هذا الكلام اللي انت تتفضلين به؟ اي لازم الشعب ينتظم ويتواصل مع بعض، يتحد اتحاد الشعب. اتحاد الشعب. قدنا الاتصال يا سيد ام ياسمين. طبعا اكو دعوات مستمره للشعب العراقي انه يصحى، عاد كافي 21 سنه ما كافي نوم. قعدوا العراقيين في مواقف ورجعوا وناموا، وهذا الكلام اللي الانتقادات صراحه اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في المقاطع اللي تعرض، اكو انتقادات توجه الى المجتمع العراقي انه منشغل بامور اقل واصغر واقل اهميه من اللي يصير بالبلد على يد هاي الاحزاب. اليوم حتى لو حصلوا المتظاهرين اللي يطالبون بتعيينات على تعيين، وين راح يشتغل؟ راح يشتغل في مؤسسة بها فساد، بها محسوبية واسطة، وبها أصحاب العلاقات والنفوذ اللي بلحظة ممكن يطيرون هذه الوظيفة منه حتى ينطوها إلى واحد آخر من جماعتهم. وهذا الكلام موجود ومعمول به اليوم بالعراق. أو الوظيفة تنباع، خريج تعب على نفسه واجتهد وتخرج حتى يحصل على وظيفة، فجأة وظيفته إن أخذت من إيده وراحت إلى واحد ثاني دفع فلوس في سبيل يحصل عليها، وغيرها وغيرها من المشاكل اللي راح يعانيها هذا الموظف إذا كان مصمم ومصر إنه يحصل على وظيفة ويعمل بشرف. راح يعاني في مؤسسات ينخرها الفساد وتسيطر عليها المحسوبية والواسطة والعلاقات والنفوذ، وما راح يقدر يغير شيء إذا كان يسعى إنه يطور من مؤسسته أو المكان اللي يشتغل به، ما راح يقدر، راح يصطدم بالفساد. وبالتالي هذه المساعي للحصول على وظيفة، وهذا مثال بسيط طبعا عن نماذج كثيرة تنظر إلى تحت أقدامها بس ما تشوف لي ما هو أبعد. العراق في خطر يا جماعة، البلد في خطر، ودي يسير بشكل سريع جدا نحو هاوية ونحو يعني كارثة. عندنا مشاكل ما يعلم بها بس الله، واحنا بدنا نعرض بشكل مستمر الكوارث الموجوده بالعراق. وهذا الموضوع مثل ما قالت السيده ام ياسمين يحتاج الى وعي من المواطن، الى توعيه بين الناس انه الحل الوحيد هو بالخلاص من هؤلاء. ذولا اللي يحكمون العراق كارثه على البلد، يجب الخلاص منهم وتنظيف البلد من شرهم ومن اثارهم السيئه اللي تركوها حتى البلد يرجع يوقف على حيله. خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام، إلى البطاقة التموينية ومعاناة المواطن العراقي مع الحصة التموينية. اشتكى مواطنون في قضاء المشخاب بمحافظة النجف من رداءة مفردات الحصة التموينية وتحديدا مادة الأرز، وطالبوا بمحاسبة الجهات المسؤولة عن توزيع المواد التالفة للمواطن. أكثر من مرة عرضنا هذه المشكلة وتحديدا الأرز أو التمن مثل ما يعرف بالمحلي، وحقيقة لا توجد استجابة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع. الفساد في وزارة التجارة ما له كل حد، ثق بالله العلي العظيم، هيئة نزاهر وأمن وطني ومليارات الدنانير قاعد تخسر كلها تروح هدر. هاي في محافظة النجف الأشرف، وقبل فترة أعضاء مجلس النواب راحوا على وزارة التجارة مالت النجف وطلعوا التمن الخايس اللي موجود بالمخازن بالنجف، وهم رجعوا ووزعوهم من الوكلاء وعلى المواطنين. تعال خلنا نراويك يا محمد الشاعة السوداني يا رئيس الوزراء، بينك ما بين الله هذا عائلتك تاكله، القادة الموجودين بالعراق عندنا ياكلون هذا، تطونا تمن معفين للمواطن، هذا يكلف الدولة. أربع مسؤولين هسه اللي عندنا تاكلونه، أعضاء مجلس النواب اللي بالنجف 12 نائب، المحافظ، هيئة النزاهة، هذا تاكلون عمي هذا بالمشخاب، اليوم وزعوا له كلاء على المواطنين. تعال صور، تعال تقرب، هذا من ياكله عم التمن معفن؟ يلا دفتيم هذا، تعال شوف هذا من ياكله؟ هذا حيوانات تبطونه هذا عمي؟ لا حيوانات، انتم بتستحون الى متى تبقون بهذه الكلاوات مالتكم؟ شنو هذا التمن المعفن تجيبوه تبطون الناس؟ هذا مقابل النفط مالت العالم تطوي هذا المعفين؟ شنو المزلة هاي؟ وزارة التجارة، وزير التجارة محمد الشاعر السوداني، احنا مو عبيد عندكم ولا جاي نطلب من عندكم، هاي حقوق، وين دوركم الرقابة اعضاء
مجلس النواب مال النجف، هيئة النزاهة شنو عملكم؟ شنو العمل هذا؟ شنو هذا هسه هذا التيم هذا العالم هذا علف، حتى علف حيواني ما يصير، عيب استوعب شوية. هاي بالمشخاب، قضاء المشخاب وكلام المشخاب، إذا عندكم غيرة وشرف تجون تحققون بهذا الموضوع. تشوفون من اللي قاعد يسلم هذا للعالم، ومن الغذائية يعطي الوكيل يقول له والله هاي بعد مشكلتك اخذه وروح، وكأنه ما مجملين العالم. يا سفلة يا حرامية دمرتونا. خابر يقول يروح يشتكي، خابر الوكيل يقول يروح يشتكي. خلونا نتابع التعليقات على هذا المقطع مشاهدينا الكرام. شاكر يقول: هل تعرفون السبب؟ السبب أكثر القمح الذي يسوق على أساس قمح محلي هو في الحقيقة قمح تالف بسبب الأمطار من الخارج وعصابات متنفذة تدخله إلى البلد ويسوق على أساس محلي ويقبض ثمنه، بينما المواطن يأكل تالف والمسؤول يثري بشكل كبير بسبب التجارة بالمواد التالفة، ورئيس الوزراء أهم شيء الحفاظ على الكرسي خشية سحب الثقة منه. طيب، عندنا تعليق من رائد يقول أهم شيء بالنسبة لوزارة التجارة فرق السعر، أما المواطن فمو مشكلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. مكي يقول: عمل متعمد من استيراد المواد التالفة بأقل سعر مع الأسف. وعندنا تعليق من أم ريتاج تقول: هاي نتيجة سكوت الشعب على الفاسد، وبعد والله يستر من الجاي. وهذا اللي نذكره مشاهدينا الكرام وتحدثنا به، أنه أكو غضب من كثير من العراقيين للفئة الباقية من المجتمع، أنه ألا يكفي سكوت ونوم على الفساد الموجود في هذا البلد. طبعا قضية الأرز اللي يتم توزيعه بالحصة التموينية هو دائما فاسد ودائما غير صالح للاستهلاك البشري، وسبقا عرضنا في حلقات سابقة قديما أيضا المقطع اللي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع للجهة اللي قامت بالإشراف على فحص جودة الأرز، الجهة الحكومية طبعا، وحدة القياس والسيطرة النوعية، جابوا بالضبط والموجود، والمقطع موجود في اليوتيوب إذا تقدرون تريدون تشوفوه. جابوا جدرية وطبخوا كيلو رز، وقعدوا المسؤولين على قياس الجودة قعدوا ياكلوا بالخاشوقة حتى يفحصون هذا الأرز صالح للاستهلاك أم لا. وبالطبع طبعا هم ما استخدموا الأرز اللي يوزع في الحصة التموينية. فهذه كانت واحدة من المهازل اللي يعني يتم عملها ويتم الترويج لهذه البضائع الفاسدة عن طريق هذه المقاطع وهذه الحجج والذرائع طبعا اللي تستخدم من قبل مسؤولين، انه لا يا جماعة ترى احنا فحصناه واكلناه وهو صالح للاستخدام، والمواطن يدعي والمواطن يتحجج والمواطن يعني يكذب، لان الحكومة هي الصادقة في هذا الموضوع وهي التي تأتي بأجود الأنواع، والمواطن هو المتذمر اللي يتبطر على النعمة. خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرة أنت ترى. خدمة أنت ترى تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم من خلال أرقام مخصصة، وبإمكانكم استخدام هذه الأرقام لإرسال المقاطع اللي توثقون بها حالات معينة موجودة في العراق، مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، أمنية، اقتصادية، حالات ترصدوها، رسائل معينة تريدون توصلوها، مناشدات وما إلى ذلك. من خلال الأرقام المخصصة لهذه الخدمة وثقوا وأرسلوا لنا، وإن شاء الله راح نعرضها في هذه الحلقة. من ضمن المقاطع طبعا اللي وردتنا عبر خدمة أنت ترى هو المقطع اللي راح نعرضه بعد لحظات لأحد المواطنين، يظهر الواقع الخدمي المتدهور في منطقة كورنيش حي السلام في العاصمة بغداد. خلونا نشوف. شنو بيتكم غرق؟ الحمد لله. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.